قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة معمر الإرياني أن تصريحات قيادة ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران عن تبادل كامل للأسرى حديث للاستهلاك السياسي والإعلامي. ناقش سفير اليمن في فيينا هيثم شجاع الدين مع عضو البرلمان النمساوي عن حزب الأخضر والمتحدثة الرسمية باسم الحزب إستر روسلر تطورات الأوضاع في اليمن خاصة في مدينة مأرب واستمرار تجاهل ميليشيات الحوثي الانقلابية لدعوات السلام وسط تفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية للمواطنين في ظل جائحة كورونا. وجه محافظ محافظة المهرة محمد علي ياسر برفع جاهزية الأجهزة الأمنية والوحدات العسكرية للحفاظ على أمن واستقرار المحافظة. نظمت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة المؤقتة عدن بالشراكة مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ورشة عمل حول برنامج تعزيز الصمود في قطاع الزراعة والري الممول من بنك التنمية الألماني. اطلع وكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الوادي والصحراء عبد الهادي التميمي على الترتيب الخاص بعمل صندوق صيانة الطرق وفرع المؤسسة العامة لصيانة الطرق بمديريات الوادي والصحراء. أقرت لجنة الطوارئ بمحافظة تعز في اجتماعها اليوم برئاسة وكيل المحافظة رئيس اللجنة عارف جامل إلزام المستشفيات الخاصة بفتح غرف فرز للحالات المؤكدة والمشتبه بإصاباتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.